اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. كان سيدنا إبراهيم عليه السلام أحد الكبار من الرجالات الذين يمتثلون لأمر الله سبحانه وتعالى إلى توقف، وهذه كانت مزية في جميع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أنهم إذا أمروا من ربهم عز وجل لم يضعوا نصب أعينهم إلا رضوان الله تعالى، ينسون كل شيء آخر ويقصدون رضا الله سبحانه وتعالى عنه. وضع سيدنا إبراهيم زوجته وولده في ذلك المكان القفر، وتردد إليهم كما ذكرنا البارحة، ثم جاء إليهم مرة من المرات، وقد بلغ سيدنا إسماعيل ولده عليه السلام بداية مرحلة الإدراك والوعي، وصار غلاما في بدايات الإدراك. وقال سيدنا إبراهيم أينام وقت القيلولة قليلا ليستيقظ وقد رأى رؤيا أهالته وأفزعت. ورؤيا الأنبياء كما ورد في الحديث حق، إذا رأى أحد الأنبياء رؤيا فإنها حق، بمعنى أنها وحي من الله عز وجل، فالشيطان لا يدخل على الأنبياء في الأحلام على عكسنا نحن. نحن كثيرا ما يكون الشيطان متلعبا بنا في مناماتنا. جاء رجل يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بشيء رآه في منامه من قبيح الأشياء، بما معنى أنه رأى رأسه يقطع ويتدحرج بين رجليه وهكذا، فسكت ثم قال: أيحدث أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه؟ إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فليحمد الله وليحدث بها من يحب، وإذا رأى رؤيا يكرهها فليستعذ بالله وليدفل عن يساره ثلاثا ولينتهي ولا يحدثن بها أحدا. القاعدة مهمة في مسألة المنامات يا أيها الإخوة، كثير من الناس كلنا نرى منامات وأحلام، ويحدث معظم الناس بما رأوا خيرا وشرا. الحديث يعلمنا قاعدة نشتغل عليها في مناماتنا: إذا رأينا رؤيا نحبها فلنحمد الله أي حين الاستيقاظ، ولنحدث بها من أحببنا، من نحب، من نتوسم فيه خيرا كذا نحدث بها، كمان ما هو كل الناس. وإذا رأينا رؤيا نكرهها فلنستعذ بالله ثلاث، فلنستعذ بالله ولندفل عن يسارنا ثلاثا. نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أول ما تستيقظ وتدفل. التفل غير البصق، بصاق معه ريق، التفل بلا ريق، هذا تفل. ثلاث مرات عن يسارك واستعذ بالله وانتهي ولا تحدثن بها أحدك، لا زوجتك ولا ابنك ولا الشيخ ولا أي مخلوق خلقه الله إلهيا، فإنها لا تضرك كما جاء في الحديث. لذلك هذه قاعدة. كثير من الناس كما قلنا كل ما رأى شيء يحدث به، خطأ يا أخي خطأ. هذا بالنسبة لنا نحن. أما الأنبياء كما قلنا فرؤياهم حق، وهي وحي من الله عز وجل. قال الله تعالى في سورة الصافات: قال يا بني إني أرى، قال وبشرناه، لما قال رب هب لي من الصالحين قال فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. قلنا السعي هو القوة والقدرة على المشي والحركة ومساعدة الوالد، وهذا يكون في الأغلب ما بين التاسعة أو العاشرة إلى الرابعة عشرة. الإنسان يصبح قادرا في أول حياته على مساعدة أبيه في كثير من الأشياء. الله تعالى قال فبشرناه بغلام حليم،
ثم ساق الآيات التي تحدث سنذكرها بعد قليل، ثم قال في نهايتها: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن البشارة جاءت مرتين، قال في الأولى فبشرناه بغلام حليم، ثم تكلم عن القصة المشهورة التي جرت لسيدنا إسماعيل، ثم في ختام القصة قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. أقول لماذا أسوق هذا الكلام؟ لأن اليهود والنصارى وكثيرا ممن سرى مسراهم ودرج مدرجهم ومشى على خطاهم من المسلمين يظنون أن الذبيح هو سيدنا إسحاق عليه السلام، وهو أخو سيدنا إسماعيل من أم أخرى من سارة، يظنونه إسحاق، وينسبون هذا الكلام أو يذكرون هذا الكلام في كتب كثيرة من كتب المسلمين. كثير من كتب التفسير جاءت بذكر أن الذبيح إسحاق، وهذا الكلام مأخوذ من كلام أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد حصل في زمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد الخامس أنه دعا رجلا يهوديا من أهل الكتاب من أهل العلم بكتابهم، فقال: نشدتك الله، أخبرني بالحق، من الذبيح عندكم؟ مو عندنا، عندكم. قال: أما والله يا أيها يا أمير المؤمنين، ذاك الرجل يعني تحت رعاية سيد في بلده يسكن، نشدتك الله إلا أخبرتني الحق. قال: أما نشدتني بالله فإنه إسماعيل، ولكن اليهود حسدتكم معشر العرب أن كان أبوكم له هذا الشرف، فنسبت الشرف إلى أبيها وقالت هو إسحاق. إذن هذا الكلام يا أيها الإخوة أنه سيدنا إسحاق غير صحيح، وإنما الذبيح سيدنا إسماعيل. ونحن نسمع كثيرا من يقول: أنا ابن، يعني نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ابن الذبيحين، وهي رواية في إسنادها شيء لكن لا بأس بها. إذن الذبيح سيدنا إسماعيل والآيات تتكلم عنه. فبشرناه بغلام حليم بناء على طلبه كما ذكرنا: رب هب لي من الصالحين. جاءته الإجابة من رب العالمين تبشيرا بأن هذا الغلام سيكون حليما، والحلم من أعظم صفات الإيمان. شب الغلام وكبر، وجاء والده يزوره، رأى في المنام أنه يذبحه، استيقظ فزعا من هذه الرؤية. سيدنا إبراهيم كما قلنا أحد الأناس الأوائل على وجه هذه البسيطة من المسارعين مطلقا لتنفيذ أمر الله، ولكنه أراد أن يستشف مكنونات قلب هذا الغلام الذي طلب من ربه أن يكون من الصالحين. هل هو حقيقة كما تمناه وطلب، أم أنه شيء آخر؟ لذلك قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، أعطيني رأيك. قلت أنا أجبت قبل أن أبدأ، قلت سأله هذا السؤال ليرى مكنونات قلبه، لا ليتردد زيادة أو ليردد نفسه، هو سينفذ أمر الله قولا واحدا لا يتردد ولا ذرة واحدة في تنفيذ أمر الله بذبح ولده، لن يتردد ولا يخطر في باله التردد، ولكن يريد إظهار ذلك من قلب ابنه حتى يفرح أنه نال ما تمناه من ربه عز وجل. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ما أعجب الإجابة. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني أقول والله حق لسيدنا إسماعيل أن يقول مثل هذا الكلام، إذا كان والده الذي ألقي في النار فلم يطلب من أحد من البشر ولا من الملائكة إلا من الملك الديان، وإذا كانت أمه أبقيت في القفر فلم تطلب إلا من الواحد الديان وقالت اذهب فلن يضيعنا، لمن سينبت هذه النبتة؟ ممن ستنبت إن لم تنبت من هذه الدوحة الغناء من أم وأب في قمة التقوى والصلاح؟ يا أيها الإخوة، والله هذا أمر أيضا مهم كثيرا، وهو درس في حياتنا. إن تقي أخي الصالح
من الزوجات لولدك لأقربائك إن استنصحك إنسان وأنت تعرف هذه المرأة لا تصلي اذكر ونبهه ونبه البنت وهكذا. تخيروا لبعضكم، تخيروا لأولادكم الزوجات الصالحات، وتخيروا لبناتكم الأزواج الصالحين. هذا أمر عظيم أن تنشأ أسرة إسلامية ينشأ فيها هؤلاء الأبناء على حب الله وحب رسول الله والتقوى والإيمان والصدق والاستقامة والخوف من الله والصبر، هذا شيء ليس قليلا. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سن سيدنا إبراهيم سكينا حادة قاطعة ووضعها في جيبه وأخرج ابنه في اليوم التالي وأخذه خارج المكان الذي تتجمع فيه القبيلة التي نزلت عند أم إسماعيل السيدة هاجر وهي قبيلة جرهم العربية. خرج فابتعد عنهم حتى إذا لم يراه أحد أخذ سيدنا إسماعيل وأضجعه على قفاه لكي لا يرى وجهه فيتألم لمنظره، جعل وجهه إلى الأرض وجعل رقبته إليه ورفع السكين ووضعها على رقبة ولده. سبحان الله سبحان الله. الابتلاء تلو الابتلاء والشدة تلو الشدة. أقول يا أيها الإخوة تلك دروس لكل عبد أيقن أن الله تعالى ربه. والله ما نعيش مكيفين، إيش صابنا يا جماعة؟ كنا مكيفين أكل مرعى واللي صنعه. إيه والله صح صدقت، هيك كنا، كنا قليلي ذكر الله، قليلي خشية الله، قليلي الصبر على بلاء الله، قليلي الشكر على نعماء الله، هكذا كنا. ولولا ذلك يا أيها الإخوة لما أصابنا ما أصابنا. وما ربك بظلام للعبيد يا أيها الأحبة، حاشا لله أن يكون ظلمنا مثقال ذرة، وإنما ما كسبت أيدينا تلقيناه بأيماننا. سبحان الله، هؤلاء أولياء الله هم سادة من يدرسون ومن تكون قصصهم عبرا لمن جاء بعدهم. يلقى في النار، يواجه الملك الظالم، يضيق عليه أهله وأقرباؤه، يقول له أبوه إنه سيطرده ولن يحبه ولا يقبل منه وهكذا، يهاجر في سبيل الله، يضع ولده وزوجته في مكان قفر موحش ليس فيه أحد، يؤمر الآن بذبح ولده. كل مصيبة تلو المصيبة، كل بلاء تلو البلاء، ليظهر هذا المعدن النفيس، معدن الإيمان في قلب هذا الإنسان العظيم، وليكون معلما للبشرية من بعده. حمل السكين ووضعها على رقبة ولده. يذكر بعض أهل العلم من المفسرين أن الله تعالى صفح صفائح النحاس على رقبة سيدنا إسماعيل. أقول لا، وإنما الذي ذكرته مرات فيما سبق من دروس الأنبياء الذي أمر النار ألا تحرق إبراهيم، أمر السكين ألا تؤذي إسماعيل. تذكرون كيف ذكرت هذه المسألة بالتفصيل، مسألة من مسائل عقيدتنا وإيماننا، أن الله هو الذي وضع خواص الأشياء في الأشياء، ولو سلب منها هذه الخاصيات لم تنع فعلها عن أي شيء. السكين من عادتها أن تقطع، أمرت بألا تقطع فلم تقطع، وهي سكين حادة، لذلك رفعها سيدنا إبراهيم ووضعها على الصخر بجانبه فحز بها فحزت في الصخر، فأعادها على رقبة ولده وحز بها فلم تقطع، وأعاد الكرة ثم الكرة ثم الكرة، ثم جاءه النداء وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، هذا هو الاختبار الحقيقي الصادق لإيمان العبد الذي يدعي أنه مؤمن. حين الامتحان كما كانوا يقولون يكرم المرء أو يهان، كلام حق والله حق،
لما بتجي المصيبة علي أو عليك أو على أي إنسان يدعي الإيمان والتقوى ثم يشكر الله تعالى ويحمده على ما أصابه يظهر ما في قلب هذا الإنسان، وحينما يتنكر لنعم الله ويتضجر على قدر الله يظهر أيضا ما في نفسه من قلة إيمان وصدق مع ربه. إن هذا الفعل الذي جرى وهذه المصيبة التي حلت لهو البلاء الاختبار الصحيح المبين. وفديناه بذبح عظيم، جاءه النداء من السماء يا إبراهيم، فرفع رأسه فإذا بسيدنا إبراهيم بسيدنا جبريل نازلا بكبش من السماء إليه. قال وهذا فداء ولدك. وفديناه بذبح، الذبح والمذبوح الفعل بمعنى المفعول كما في كثير من كلام العرب، يأتي فعل بمعنى مفعول، ذبح أي مذبوح وهو الكبش المذبوح العظيم، كبير عظيم الشكل كبير الوزن. فذبحه سيدنا إبراهيم عليه السلام وعاد بفضل الله تعالى مع ولده سالما مطمئنا إذ نفذ أمر ربه عز وجل. أعاد الولد إلى أمه سالما ثم تركه هناك وعاد إلى الديار التي كان فيها في أرض فلسطين. ومرت الأيام أيضا وشب سيدنا إسماعيل وعاش مع هذه القبيلة التي ظهر فيها الخير وتكلم معها ونشأ فيها فأحبوه ورأوا صدقه وصلاحه وإخلاصه ودينه وعقله فزوجوه فتاة شابة منهم، ثم توفيت والدته السيدة هاجر رضي الله تعالى عنه. وأمر الله تعالى سيدنا إبراهيم أن يزور ابنه أيضا مرة أخرى، فجاء إليه فسأل عن أمه فإذا هي قد توفيت رضي الله عنه. دخل إلى البيت الذي هو فيه فإذا بامرأة جالسة، قرع الباب خرجت له هذه المرأة وهي زوجة سيدنا إسماعيل. قالت من بالباب؟ قال أين إسماعيل؟ قالت لقد ذهب يصطاد لنا. قال كيف حالكم يا ابنتي؟ شلون شأنكم؟ هذه القصة ذكرها الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال كيف شأنكم وحالكم؟ فقالت يا عماه نحن في جهد وشدة وقلة ونحن على هذا الحال نعيش. فقال إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام وقولي له غير عتبة بابك. وينصرف سيدنا إبراهيم عليه السلام ويعود إلى البلد الذي جاء منه. قال معقول يرجع يسافر ويرجع يجي؟ نعم يا أيها الإخوة، هذا وحي الله تعالى، شاء الله تعالى أن يأمره افعل كذا، زر ولدك، زاره لم يجده انصرف مباشرة. جاء سيدنا إبراهيم من إسماعيل من الصيد فدخل على زوجته سلم عليها، هل جاءنا من أحد؟ قالت نعم، شيخ ذو لحية بيضاء يبدو على هيئته الخير وكذا، فسلم عليه، لم يعرفها إبراهيم بنفسه، يبدو عليه الخير. قال فهل سألك عن شيء؟ قالت نعم، سألني عن حالي. قال فما قلت له؟ قالت أخبرته أن في شدة وضنك وضعف حال وهكذا، نذهب ونروح في هذا البلاء، يبدو أن الطعام قليل وأن الكلاء قليل وهكذا، والماء بدأ يقل والسماء أمطارها قليلة عليهم. فشكت له هذه الحال، فلما جاء وأخبرت إسماعيل بها قال أخبرته بذلك؟ قال نعم. قال هل قال لك شيئا؟ قالت نعم. قال إنه يسلم عليك ويقول غير عتبة بابك. قال فأنت العتبة وهو يأمرني بطلاقك، اذهبي فأنت طالق. هذه الحادثة مرت عليها عصور فحدث شبيهها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن جاءه أبوه سيدنا عمر رضي الله عنها
عن فزاره يوما ورأى من زوجته شيئا فأمر ابنه بطلاقها. فخرج عبد الله حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاره في الأمر فأشار إليه أن افعل ما أمرك أبوك. بعض العلماء ينقل هذا الكلام فيقول لو جاء أبي أو أبوك أو أي والد من آبائنا فقال يا بني طلق زوجتك هل علي من باب البر أن أطلق زوجتي؟ الإجابة يا أيها الإخوة الذي قالها في المرة الأولى نبي موحى إليه من الله، والذي قالها في المرة الثانية عملاق الإسلام سيدنا عمر بن الخطاب. أما مع حب الشديد لأبيك وأبي وأبائنا جميعا فقد يكونون بعيد قاصرين نظر قليلي الإيمان، فهؤلاء لا يلزمون ولدهم بالطلاق. ليس الولد مأمورا إن طلب منه أبوه أن يطلق زوجته بطلاقها إلا إن قال له أبوه شيئا من أوامر الشريعة التي تخالف بها الزوجة أمر الله عز وجل عيانا ولا تنتهي ولا تقبل نصيحة ولا ترجع عن فعلها، فحينها يكون تنفيذ أمر الوالد إنما هو تنفيذ لشريعة الله عز وجل. امرأة مرة ومرتين وعشرة وعشرين ومية ومئتين صلي وما بتصلي وهي أم أولادي هذه تستحق الطلاق. أنا أقولها وأقولها عني وليقل من شاء ما شاء. امرأة مشان طبخة بطلقة ومشان صلاة طول عمرها عشر سنين إلى تزوجتها لا تصلي هذه التي تستحق الطلاق. مو مشان طبخة ملحة وطبخة بي طعمي وما بعرف إيش أطلقها أو دارو عن أخوك وارو عن أبوك من هذا الكلام التافه أطلقها ثم من أجل الصلاة التي يرضى الله بها عن العبد لا أطلقها وأتركها على حالها. لا. قال فطلقها سيدنا إسماعيل وتزوج بأخرى وكرت الأيام فجاء سيدنا إبراهيم يزور ولده فدخل فإذا امرأة أخرى غير الأولى فسلم عليها وسألها كيف أنت يا ابنتي وكيف حالكم مع زوجك؟ فقالت يا عم نحن بخير حال والحمد لله عيش كريم ورزق واسع من فضل الله عز وجل. قد لا يكون الأمر كذلك ولكن أنت كإنسان مؤمن إذا سألك إنسان أول كلمة إذا كنت فعلا مؤمنا ليش تقول الذين إذا أصابتهم المصيبة مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني ذكر الله مباشرة يظهر الشكر والحمد والإقرار برحمة الله وأن النعم تزيد كثيرا أضعافا مضاعفة بلا قدر على النقم وعلى المصائب. هذا حال المؤمن الذي يرى النعم أكبر وهي في الحقيقة أكبر بآلاف بملايين المرات من المصائب. نعم. فحمدت الله وشكرته على ما رزقهم وأنعم عليهم فقال لها سلمي على زوجك وقولي له إذا جاء ثبت عتبة بابك. وجاء زوجها فأخبرته بما جرى معها فقال هذا أبي وهو يأمرني أن ألقيك عندي. فبقيت عنده وهي أم أولاده وهي أم يعني من أمهات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك اليوم الذي أمر الله تعالى فيه إبراهيم بالزيارة التي بعدها وهي آخر زيارة. جاء سيدنا إبراهيم إلى ولده فبات عنده فرأى أو أمر بالوحي أن يبني لله سبحانه وتعالى بيتاً يعمره المؤمنون ويطوف حوله الطائفون ويركع عنده الراكعون الساجدين. فالتفت إلى ولده قال يا بني إني أمرت أن أبني لله تعالى بيتا. قال يا أبت افعل ما تؤمر. قال وتعينني. قال وأعينك. وابتدأ في اليوم التالي بذلك البناء الذي رفع الله تعالى قدره إلى يوم القيامة. نتوقف عنده ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بزيارة ذلك المكان. الحمد لله.